طريقة إنشاء حساب أدسنس بشكل عام وللسوريين بشكل خاص. تابع معنا الفيديو، اعمل لايك، اشترك بالقناة إذا كنت جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد. بفيديو اليوم راح نحكي عن طريقة إنشاء حساب أدسنس، وإذا أنت كنت شخص سوري عم تتابعنا بهذا المقطع فهذا الفيديو إلك. بس في ملاحظة، ما فيك تنشئ إلا حساب أدسنس واحد بشكل عام، وإذا كنت سوري فلازم يكون إلك شخص مقيم برات سوريا، مثلا دولة العراق أو دولة مصر. طبعا هذا مثال وما لازم تتقيد بأي دولة. والشخص اللي إلك برا لازم يبعث لك صورة بطاقة الإقامة على الوش والقفا لحتى تاخذ المعلومات اللي راح نحكيها هلا بالشرح العملي. أول شيء، إذا أنت كنت عايش داخل سوريا فما عليك إلا تشغل تطبيق VPN وتثبت على هذا التطبيق، وما لازم تغيره أبدا، وبتحدد سيرفر محدد مشان ما بتغيره أبدا، لأنه إذا اضطريت تغير تطبيق VPN أو تغير السيرفر فراح يضطر حسابك إنه ينغلق. وإذا قناتك كانت ما محقق الشروط فلا تعمل حساب أدسنس، لأنه حسابك الأدسنس راح ينغلق بعد فترة قصيرة إذا ما ربطته بأي قناة. وهلأ نتوجه لمتصفح، نضغط بالبحث Add More، بعدين رح نختار أول خيار، بعدين رح نضغط على كلمة اشتراك الموجودة بالزاوية. بعدين رح نضغط على أول خيار نعم. بعدين رح تحدد بلد الإقامة. طبعا أنت إذا كنت سوري رح تحدد بلد الإقامة يلي الشخص بده يعمل لك الحساب. مثلا أنا إلي شخص موجود بالعراق، رح أحدد بلدي العراق. بعدين رح ننزل لتحت ونضغط على هاي لقد قرأت الاتفاقية وأوافق عليها. بعدين نضغط على بدء الاستخدام ونعطيه متابعة إلى أدمو. وهلا بعد ما انشأنا حساب ادموب راح نطلع منه وراح نرجع نكتب بالبحث خيار ادسنس. بعدين راح نختار اول خيار. بعدين هلا بعد ما فتحت صفحة الادسنس معنا راح نضغط على خيار ابدا. بعدين نوع الحساب راح نخليه فردي. ننزل لتحت الاسم، راح نكتب الاسم الموجود بالبطاقة اللي موجودة معنا أو اللي بعثنا إياها الشخص إذا أنت كنت سوري. إذا كانت البطاقة باللغة العربية راح تكتب بالعربي، أو بالأجنبية راح تكتب باللغة الأجنبية. سطر العنوان راح تضغط فيه الدولة، بعدين راح تضغط هاي الإشارة، بعدين بتحط فيه المحافظة أو المقاطعة اللي أنت ساكن فيها حسب الدولة. بعدين راح نضغط الإشارة مرة تانية وراح نضغط نكتب اسم المدينة الموجودين فيها نحن. بعدين راح ننزل على السطر الثاني، راح تكتب فيه عنوان الشارع، بعدين الرمز البريدي، بعدين راح نكتب الرجاء الاتصال بالرقم، وراح تحط رقم الهاتف للشخص اللي عايش برا اذا انت كنت سوري. بعدين هون راح نرجع نكتب المدينة، بعدين هون راح نرجع نكتب المقاطعة، وراح نرجع نكتب الرمز البريدي، وطبعا رقم الهاتف الموجود تحت اختياري اذا بدك تحطه او لا. وهيك نكون انشأنا حساب أدسنس.